نقاش أكثر في امتحان الفيزياء لشعبة رياضي تقني وعلوم تجريبية. أسعد مرة أخرى باستضافة السيد إبراهيم العوفي وهو أستاذ مادة الفيزياء. صباحك سعيد وأهلا بك مرة أخرى. نعم. وأسعد باستضافة السيد رائد زايري وهو أيضا أستاذ مادة الفيزياء. شكرا لك لحضورك هنا معنا وتلبية الدعوة. شكرا علي ربي. نعم شكرا لتلبية الدعوة وحضوركما هنا معنا. بالأكيد استمعتم الآن إلى انطباعات مترشحي البكالوريا شعبة رياضي تقني وعلوم تجريبية. أكدوا للزميل محمد شريف على أن موضوع الفيزياء لم يكن في المتناول. سيد رائد زايري. بالنسبة للموضوع ما نقدرش نبنيه على المعطيات التلميذ في الأول. نعم. حتى يكون الموضوع بين يدينا ونناقشوه ونقوله هل هو في مستوى التلميذ المتوسط أو في مستوى التلميذ الممتاز أو مبني على أمور اللي ممكن أنه تغيب علينا إحنا هنا في البلاط. نعم. الموضوع حسب ما قالوا لنا تلاميذ في المباشر، الموضوع الأول كان حول النووي والموضوع الثاني كان حول الكهرباء أو الكهرباء والأسترة أيضا والميكانيك أقمار. نعم وميكانيك الأقمار. الآن كيف ترى انطباعات المترشحين حول طبيعة المواضيع؟ جيد. هو كما جرت العادة هذا هو التقسيم على العموم، دائما يكون مثل إذا بنا أقمار صناعية يكون معها أسترة واللي يكون معها أرسي أراد، وإذا كان الموضوع ثاني أوتوماتيكمون الموضوع ثاني مش راح يكون فيه، راح يكون فيه نووي، راح تكون فيه متابعة زمنية، راح يكون فيه نعم. تمرين من الميكانيك. نعم. التلميذ ياسر يميل للأقمار الصناعية اللي ما فيها من السهولة. التلاميذ تاعنا على العموم ديما يميلوا للموضوع الأول اللي فيه أقمار اصطناعية، أما هذا ما يخليش التلميذ أنه يروح للأقمار الصناعية وهو عنده تمرينين، تمرين تجريبي عليه 7 نقط وتمرين آخر عليه 6 نقط ويلقى روحه ما يقدرش يخدم فيهم في زوز. سمعنا في الحالة ذي يلقى روحه التلميذ راح يخدم على 5 ولا 6 نقاط فقط. هذا اللي كما يقول احنا اعتمدنا في المرة هذه على الأسئلة النظرية. الأسئلة النظرية هذه وش احنا اتطرقنا كأساتذة بناء على السنة السابقة وش كان؟ كان الموضوع العلوم التجريبية فيه من 5 حتى 6 نقط أسئلة نظرية. نعم. وصلت حتى وكأنه أعطانا موضوع اللي فيه سند وخرج منه تعريف مصطلحات. يعني هذه اللي ما كانتش خلاف في السنوات السابقة ترقوا لها العام اللي فات فقط. على هذيك بناو التلاميذ على أنه نعتمدوا على الأسئلة النظرية نحفظه وندخله. وكما قال التلميذ هذاك السابق قال باللي أنا نعتمد على النظري التطبيقي ما عنديش فيه. مع أنه هي مادة تجريبية تطبيقية. هي مادة تجريبية بحتة. فقط عن نعم النظري. جميل. سيد رائد زايري، أكيد سيد إبراهيم العوفي استمعت الآن إلى انطباعات مترشحي شعبة تقني رياضي. موضوع الفيزياء لم يكن في المتناول، والموضوع الأول كان متعلق بالنووي والثاني بتركيب والكهرباء. كيف تقيم هذه الانطباعات وكنظرة أولية فقط للموضوع؟ أنا أكاد أجزم كما قلت سابقا أن الموضوع في متناول الجميع. يؤسفني ويحز في نفسي أن التلميذ كان على باله واش طاح في الموضوع وقالها بالتدقيق الكهرباء والكيمياء العضوية والأقمار، في حين راح قال كلمة يعني قال خدمت في الرياضيات وخدمت في العلوم وخدمت في الفيزياء لأني ضعيف في الفيزياء، يعني هو مبدئيا ما حضرش بشكل جيد لهذه المادة. وهذه المادة بالنسبة للرياضيات هي أسهل من الرياضيات لأن الفيزياء هي مفاهيمية. نعم. كانوا يطالبوا بأسئلة نظرية يعني تعريفات بسيطة تفسيرات رسومات أشياء يعني بسيطة يقدر كفاءة بسيطة لدى التلميذ يوصل إلى نقاط كثيرة 5 6 نقاط في الموضوع. لكن إحنا وش نقوله، موضوع البكالوريا ليس هو الموضوع الأول أو الثاني، موضوع البكالوريا هو الموضوعين، موضوعين لابد أن يعالج منهاج السنة الثالثة. كي نجي نشوف الموضوع الأول والموضوع الثاني نلقى أن جل المنهاج تاع الطور المرحلة الثانوية حتى ممكن دخل أفكار من المستوى السنة الثانية ثانوي. انطباعات أبنائنا التلاميذ، التلاميذ عندهم كفاءة اللي هي كفاءة الصبر أنهم يبقوا في مقاعد الامتحان ويحاولوا أنهم يأخذوا كامل الوقت. نعم. اللي منحته لهم المؤسسة العمومية والوزارة التربية اللي هي 4 ساعات ونصف. التلميذ من المفروض أن هذه الكفاءة ما يحرمش نفسه منها، يريح يحاول يجتهد
يركز أكثر، لأن مع التركيز ممكن صورة أول مرة يشاهدها. كاين رسومات، كاين تلاميذ يصطدم بأول صورة بأول عبارة كلمة في موضوع تجعل التلميذ ينفر من موضوع كامل، لا يأخذ وقته كامل، نصف ساعة الاختيار، هذه كفاءة وفرصة التلميذ لازم يحش نفسه فيها. هي فرصة. نعم، سنعود إلى النقطة التي كنت تتكلم فيها السيد إبراهيم العوفي منذ قليل، قال على أن التلميذ لابد أن يختار الموضوع جيدا، نصف ساعة للتلميذ لكي يختار الموضوع جيدا. هل أحسن تلاميذ بطبيعتك اختيار المواضيع أم لا؟ بالنسبة للتلاميذ خاصة في مسألة اختيار الموضوع، وكأنه حتى السؤال ديما اللي يتبادر من التلميذ يقول لك أستاذ وش من موضوع نخير، وزاد ماهوش ملزم هنا أن يقول خير موضوع أول أو موضوع ثاني. لازم التلميذ يدي نصف ساعة تاعو هذيك يديها بالكامل، أنه يقرأ الموضوعين ويشوف العدد الأسئلة اللي ممكن يجاوب عليها من الموضوعين. وخاصة أنه نقول التلميذ تاعي الموضوع يلقى فيه راحته التلميذ، إن فوا تلقى الراحة تاعك معناه هذاك هو الموضوع اللي راك متمكن منه. والإشكال إذا يوافقني الأستاذ الرأي أنه التلميذ يدخل بكالوريا بثلاث وحدات أو أربع وحدات، نعم، يولي يوم الاختبار مجبر أنه، نعم، هو في حد ذاته، نعم، مجبر أنه يختار أحد الموضوع، يختار، نعم، أحد الموضوع. سنعود بالنسبة لاختيار الموضوع كما قال الأستاذ، على أنه تلميذ إذا كان متمكن من الوحدات السبع اللي تقدمت عليه على مستوى المؤسسة ولا هو كان مرجح، هنا ما هوش راح يلقى صعوبة مثل التلميذ اللي يقرأ ثلاث وحدات أو أربعة وحدات. نعم، مثال إذا افترضنا أنه الموضوع المجربية فيه ثلاثة تمارين، تمرينين والتمرين التجريبي، هنا التلميذ مجبر أنه يخير أحد الموضوعين ليخدم الوحدات اللي درس هنا، وراح يكون الإشكال. أما التلميذ اللي درس الوحدات كامل يأخذ وقته في اختيار الموضوع، راح يكون هو بعد كما قلت في السابق هو بعد يلقى الموضوع مرتاح فيه. إذا إن فات التلميذ يلقى روحه باليوم مرتاح في الموضوع، هذا هو الموضوع اللي يتقيد به، وإن شاء الله نعم يكون نعم. سيد رائد ذكر على أن التلميذ يدرس جميع الوحدات، لكن سيد إبراهيم أكيد للتلميذ وحدة خاصة يفضلها أن تقع في شهادة البكالوريا، ما هي هذه الوحدة وما هي هذه الدروس، وهل وقعت أيضا في امتحان شعبة التقني الرياضي؟ احنا عندنا مثل شعبي يقول اللي قمر مربح. هذو أبائنا وأجدادنا خلونا هذا الموروث. احنا التلاميذ لما هذا تلميذ ورايح يصبح طبيب، كيف لا يدرك مفهوم الكهرباء في المكثفة وهو يدير عملية زراعة بطارية تاع القلب؟ كيف للتلميذ أن يذهب إلى شعبة الطب وهو لا يدرك الطب النووي؟ نعم. إذن كل الوحدات لديها أهمية بالغة فيما يأتي من الأيام الدراسية في المستوى الأعلى. إحنا في الفيزياء على أكثر تقدير نقوله عندنا خمس وحدات أساسية، خمس وحدات يمشي معها التلميذ من المستوى الأول، هي المادة وتحولاتها. عندنا ثلاث فقرات هي مفاهيم تفاعل استبدال الإلكترونات، واحد يمد واحد يعطي، نعم، ويلقاها حتى في السنة الرابعة المتوسط يبدأ يقرأ هذه الكفاءة. عندنا تفاعلات استبدال البروتون، عندنا تفاعل اللي هو في الكيمياء العضوية اللي هي صناعة العامة مبنية على الكيمياء العضوية مثل الأسترة وصناعة الصابون المطهرات العطور، هذه كفاءات ثلاثة مهمة في الموضوع الأول. في الموضوع الثاني لازم يلقى فيها من 7 إلى 8 نقاط، ما لا مناص، التلميذ ما عندوش خيار، لازم يتكون فيها. عندنا مجال الميكانيك، نعم، عندنا مجال الميكانيك، كل الدول حتى أن أصبحت أكبر حرب جارية اليوم على الكوكب المعمورة هو الصراع على الشرائح الإلكترونية. إلكترونية، نعم. طيب، إحنا لا نخفي هذا، لماذا؟ لأنها علوم دقيقة. احنا عندنا علم الميكانيك، علم الكهرباء، هذا اساسيات الولوج الى الجامعه في المستوى هذا. احنا لازم نحضروا نفسنا، نحضروا ابنائنا للمفاهيم هذه. الميكانيك عندنا وحده تاع الاقمار، هذا يدخل في مجال الميكانيك. عندنا القذائف، عندنا قذائف علم الصواريخ، نعم، الصواريخ في المجال السلمي، في مجال الاقمار الاصطناعيه. إذن هذه المفاهيم احنا شو التلاميذ، نعم، وليست بالدراسة الصعبة.
نعم، هي أساسيات من مثل ما قلت للذهاب إلى التطور الجامعي، لكن أكيد التلميذ في شهادة البكالوريا يريد السهل، يريد التمارين السهلة لكي يتحصل على نقاط جيدة. ما هي أبرز هذه التمارين وما هي أبرز هذه المواضيع التي يفضلها أن تقع التلميذ في امتحان الفيزياء؟ تختلف من تلميذ إلى تلميذ. نعم. بحسب الكفاءة اللي يتميز بها. نعم. كاين تلاميذ عندهم كفاءة تاع الرياضيات، يقدر يحسب، يقدر يستنبط، يقدر يشتق، يقدر يتعامل مع المقادير الحسابية. هذا أعطي له أي وحدة تلقاه. نعم. فرحان بها. كاين تلاميذ، لكن أكيد موضوع دائما ما يكون موضوع البكالوريا حسب الموضوع البكالوريا يكون حسب التلميذ المتوسط. نحن نتكلم عن التلميذ المتوسط سيد إبراهيم العوفي، أكيد التلميذ نجيب قادر على حل جميع الأسئلة ولهذا سمي بالتلميذ نجيب، لكن تلميذ متوسط دائما يبحث عن تمارين سهلة لكي تحصل على أكبر عدد من النقاط. ما هي هذه المواضيع التي يحبها التلميذ ولن تقع في امتحان الفيزياء؟ نظن كما قال الأستاذ هي خاصة أنه أي تلميذ وكأنه عنده كفاءة. نعم. احنا نميلوا بالنسبة لنا احنا وبحكم أنه الحكم العادة مع التلاميذ والأمر هذا، نظن أنه التلاميذ يميلوا للأقمار لأنه الأقمار الاصطناعية. نعم. أفكارها ما نقولوش الأفكار محدودة. نعم. حتى لا. نعم. شيء حتى لا نبخسها حقها. نعم. صحيح. أما الأفكارها بسيطة وأفكارها وفيها من أسئلة العادة الكثير، معناها نلقاو ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة أسئلة الأولى هي أسئلة العادة أي تلميذ يقدر يجاوب عليه. هذا أمر كانت كل بالنسبة لكل تلميذ. كانت تلميذ يحب يميل الكهرباء، خاصة التلميذ المتمكن شوية في الرياضيات ويعرف شوية معادلات تفاضلية ومتمكن عنده خبرة في الرياضيات، هذا تلميذ يميل الكهرباء ياس. وهو كان تفاوت بالنسبة للتلاميذ، أنا عندي تلاميذ اللي هم يحبوا الشيمي اللي هي الكيمياء، وكان تلاميذ أخرين اللي يلقوا صعوبة في القذيفة، وكان تلاميذ اللي يستسهلوا القذيفة يتمنوها أنها تكون في الموضوع. نعم. يعني كان تفاوت بالنسبة للتلاميذ. نعم. هناك تفاوت في الرغبات. جيد. منذ قليل قلت أنه الكهرباء هو التمرين الذي يريده تلميذ شعبة تقني رياضي وعلوم تشريبية الوقوع في امتحان الرسمي البكالوريا. نعم. ونجده كثيرا ما يقع في مواضيع البكالوريا. السنة الفائتة ماضية في الموضوع الأول طاحت الدارة كهربائية أفسي. في الموضوع الثاني في هذه السنة نشاهد باللي عادة تكرير دراسة دارة المكثفة. نعم. اللي هي شحن وتفريغ المكثفة، يقابلها الوشيعة، يقابلها الوشعة على حسب تصريحات التلميذ قال باللي طاح ار سي ار ال. لا ندري اذا كان في موضوع واحد داروا لهم ار سي ار ال مجتمع كلا الموضوعين في موضوع واحد مكثفة، وفي الدارة ممكن يبدلوها الى دارة وشعة. كاين هناك المادة وتحولاتها هو مجال مهم. نعم. هنا ويقولوا تحت الاسترة، والاسترة هذه مادة دراسة مهمة وبسيطة جدا مقارنة بالوحدة الأولى والوحدة الرابعة. الأسترة هي جزء من الوحدة الرابعة، لكن احنا وش قلنا سابقا؟ قلنا باللي الموضوع سيكون في متناول الجميع. نعم. الأسترة من أسهل المواضيع، الأقمار حسب تصريحات الزميل كذلك من أسهل المواضيع، الدارة الكهربائية شحن وتفريغ مكثفة، والدارة المقابلة لها اللي هي المشعة من أسهل المواضيع. إذن أي تلميذ. نعم. وشاهدنا إحنا باللي جل التلاميذ اختاروا الموضوع الثاني. نعم. كما قال الأستاذ وكأن التلاميذ سيتوجهون آليا للموضوع الثاني لأنه فيه مجال العمل، لأنه سيكون من جانب العملي بسيط. نعم. حتى من اختاروا الموضوع الثاني بحسب التصريحات الأولية، دائما ما نبني نقاشنا هذا أساتذتي الأفاضل على التصريحات الأولية، حتى من اختاروا الموضوع الثاني قالوا على أن الموضوع لم يكن في المتناول. منذ قليل الأستاذ ذكر أهم الوحدات التي وقعت في التمرين الثاني وهي الأسترة، لكن الأسترة ومواضيع أخرى قام بذكرها، لكن التلميذ وجد صعوبة في الموضوع الثاني. أين الخلل إذن سيد رائد زايري؟ جيد. بالنسبة هنا نعود نرجع للنقطة مهمة اللي هي الترشيحات. نعم. بالنسبة للترشيحات جل الأساتذة بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي ولا الأساتذة في المدارس العمومية ولا في المدارس الخاصة كانوا يقولوا للتلاميذ باللي الأسترة 90% ما تكونش في البكالوريا. نعم.
صحيح. يعني تلاميذ ياسر خاصه في ميدان في بالنسبه للعلوم التجريبيه، وكانوا يقولوا اما في بالنسبه للوزاره التربيه، وزاره التربيه والتعليم كنا احنا مجبرين انه نكملوا البرنامج. نعم. اما وانه التلميذ بالنسبه لدرس الأسرة كان متهاون فيه، حتى انا متاكد انه حتى اللي يطلع عليه في حتى الممتاز ممكن يكون دع عليه فكره ولا دع عليها نظره فقط. نعم. لانه جل الترشيحات كانت ضد هذا الدرس. هنا اذا نقول باللي تغضوا على الموضوع الاول لما وجدوا الأسرة وراحوا تبعوا الموضوع الثاني اللي كان فيه استاذ، وش كان فيه الموضوع الثاني اللي كان فيه نووي وكرسي وكهرباء؟ نعم شيء. نعم انا هذا هو يعني قلت منذ قليل الأسرة يفضلها التلميذ والكهرباء يفضلها ايضا التلميذ، ذهبوا الى موضوع الأسرة. لان الأسرة استاذ علي لا تتسم باي صعوبه، نعم، لا في المعادلات ولا في التسميات ولا في النتائج. نتائجها قولها لك ذوك تحفظها تولي تدرسها في الطريق. عندنا ثابت يحسب تلقى قيمته 4.25 او كذا. نعم. عندنا مردود 67 كذا. يعني انت الأسئلة تبنيها في 4 نقاط. هذا الموضوع لماذا التلميذ يتهاون بهذا الشكل؟ يعني يحرم نفسه من موضوع ممكن ياخذ الى 6 نقاط على 20. يعني هذا التلميذ سيندم ندم شديد. نعم. احنا في الحقيقه كمربيين انا جل التلاميذ وجل التجارب تاعي مفهوم الترشيح ما عنديش، لان ناكد لهم باللي البكالوريا ماهوش موضوع. البكالوريا موضوعين، البكالوريا هو موضوعين، والموضوعين هذو لابد ان يعالج المنهاج كاملا. نعم. اذا انت كي يعطيك موضوعين هو عطاك فرصه تختار نصف الموضوع، تختار الموضوع الاول يا الثاني، معناتها انت راك في فسحه. لهذا احنا من هذا البلاطو نقول ان الزملاء المربيين انهم يتفاداوا ويتحاشوا. نعم. الترشيحات، لغه تاع الترشيحات. ترشيحات، نعم، لغه الترشيحات في البلاطو الاول اذا تذكرت سيد ابراهيم هي شعارات رنانه يستعملها اساتذه مكونون خاصهم في مادة الفيزياء وفي جميع المواد، يقولهم على أنه أنا عندي الترشيحات، ترشيحاتي دائما ما تكون صائبة، ترشيحاتي دائما ما تكون دقيقة، وهذا ما يجعل التلاميذ يقعون في فخ الترشيحات. الترشيحات فخ يقع فيه التلاميذ سيد رائد زهري. جيد. وهنا لاحظنا اليوم بالنسبة للتصريحات على التلاميذ أنه الترشيحات يكون فيها فخ، لأنه ما الترشيحات هذه مبنية على حاجة ما كانش، مبنية على العدم، لأنه هذوما الأساتذة المسؤولين على الموضوع. نعم. ما عندهم، ما يبنيوش على الترشيحات الأساتذة الموجودين على العموم. نعم صحيح. جيد. لأنه لاحظوا أنه أرسي تتكرر 3 مرات ولا 4 سنوات تكون أرسي. جيد. نلاحظوا أنه النووي تكرر في 3 ولا 4 سنوات وربع ضاع. يعني إذا كنت تبني ترشيحات تاعك على أساس أنه النووي جاء العام اللي فات واللي قبله تسمى العام هذا ما يكونش، هذه ترشيحات باطلة. نعم. يحاول التلميذ خاصة بالنسبة للتلميذ اللي الممتاز ولا التلميذ المتوسط، يحاول يدي أكبر معلومات على حسب التلميذ، أكبر معلومات يدخل بها للباكالور. وكما قال الأستاذ بالنسبة لدرس الأسترة اللي ما رشحوش نزيد له معلومة، وحتى معطيات التمرين تقعد نفسها كمية. نعم. المادة 0.2 مول ما تتبدلش في باكالوريا 2016 و2017 و2018، كانت نفسها لأنه فيها واحد الخاصية اللي ما نقدوش نغيره فيها، تقعد ثابتة مش تخرج لنا قيم اللي نقرأ عليها. نعم. تخرج قيم ثابتة. وكما قال الأستاذ الفاضل إبراهيم نحاول نتفاداو هذا الأمر الترشيحات. أنا نظن أنه التلميذ الممتاز ما يتيهش في الأمور. نعم. هذه في الأمور صحيح. وبحكم أنه كما قلنا الموضوع راهو يتمد للتلميذ المتوسط، حاولوا في قادم السنوات انه يتحاشى التلميذ الامر هذا، يتحاشاه بصفه كبيره ياسر خلاه. نعم. تمرين الأسرة قال السيد رائد زهري على انه تمرين سهل وهو في المتناول، وانت منذ قليل قلت على ان دائما ما تكون القيمه ثابته ويستطيع لاي شخص عادي ان يحل هذا التمرين، لكن انطباعات المترشحين قالوا على ان الموضوع كان صعب، موضوع المتعلق بالأسرة، هل هذا يعكس على ان التلميذ الذي قال هكذا لم يحضر جيدا لماده الفيزياء؟ في الحقيقه التلميذ هذا نحن ندرك الصعوبة. نعم. اللي وقعت. نعم صحيح. أنا التلميذ يقول لي لقيت صعوبة على بالي من وقع صعوبة.
الصعوبة ماهيش في المفهوم الفيزيائي، الصعوبة في الكفاءة العملياتية لإيجاد مجهول معين. نعطيك معطيات ونسألك على مجهول، انت هنا نستهدف منك كفاءة معينة. نعم صحيح. اللي هي مثلا جدول التقدم. مثلا في جدول التقدم عندنا ما يسمى التقدم النهائي، وإحنا كنروحوا نبحثوا على ثابت التوازن أو المردود متعلق بهذا هذا المقدار. أنت إذا ما قدرش توجد هذا المقدار ستكون عاجزا على مواصلة حل التمرين، لأن المقدار هذا لازم يخرج ربعه، وأنت على أنت أدرى أن المقدار المطلوب يخرج ربعه مثلا، لأن طبيعة الكحول يكون عندك تعب أولي. أنت النتيجة على بالك بلي تخرج ربعه وما لقيتش ولا غلط في النتيجة وتبقى النتيجة تاعك خاطئة، تبقى أنت في صراع. إذن هذه الكفاءة ما هيش كفاءة فيزيائية، هذه كفاءة رياضية. نعم. هو المقدار هذا كيف يتحصل عليه من خلال المعطيات؟ هل يتحصل عليه من النتائج أم يتحصل عليه من المتبقيات من المتفاعلات؟ هل يتحصل عليه من كفاءة المعايرة ونتائج كذا؟ هو التلميذ في كل الصعوبة، أنا على بالي بالرهي الصعوبة تاعه. نعم. هو أنه عاجز على إيجاد بعض المقادير لتكملة الحساب، لأن نعم. الأسئلة جلها حسابات، سؤال 2-3-4 أسئلة على أكثر تقدير. نعم. تلميذ عاجز مثل ما قال سيد إبراهيم، عاجز عن حل هذه المقادير، أي أن التلميذ افتقد لحل التمارين قبل شهادة البكالوريا، نقص تحضير أيضا هو نفس السؤال الذي طرحته. جيد. بالنسبة لنقص التحضير، أنه الأفكار ما يوجدهاش التلميذ في الجانب النظري اللي يقدمه الأستاذ. نعم. الأفكار موجودة في التمارين، وكل تمرين يتميزه فكرة، كل تمرين يتميزه فكرة، على قد أنت ما تحل تمارين على قد ما تتمكن من الأفكار. نعم. على قد ما تكون واجد يوم الاختبار. احنا في الحالة دي ما نقولوش للتلميذ أنه يحفظ حلول التمارين، أنا اللي يهمنا في الحالة هذه أنه التمرين، أنه التلميذ يحل أكبر عدد من التمارين. نعم. لأنه خلاصة الموضوع أنه الأفكار موجودة في التمارين، ونلاحظوا أي تمرين كما يقول أستاذ إبراهيم، أي تمرين يبدأ بأسئلة العادة، يبدأ بالأسئلة البسيطة، وهي أسئلة رئيسية تطرقنا لها في السنة الأولى وفي السنة الثانية وفي السنة ثالثة، يعني سلسلة متواصلة، يعني كما يقول الأستاذ إبراهيم جدول التقدم تفاعل نقراوه في السنة أولى ونزيدوا نتمكنوا منه في السنة ثانية. يعني إذا التلميذ ما قدرش يخرج لنا كما يقول الأستاذ التقدم الأعظمي إكس ماكس، معناه هذا وعنده خلل في السنة الأولى. نعم. وعنده صحيح. خلل في السنة الثانية، وزاد طلع بالخلل تاعه السنة. نعم. يعني الفيزياء هي امتداد للسنوات التي درس فيها التلميذ. شهدنا أيضا انطباعات مترشحي شعب التقني الرياضي، قال على أنه كنا ننتظر الأسئلة النظرية، مع أنه أن العلم أن هي المادة هي مادة تجريبية تطبيقية، للأسف التلميذ كان ينتظر أسئلة نظرية خلل. يعني حتى الزميل الصحفي تفاجأ من ردة فعل التلميذ. نعم. يعني وقال له أنت تمتحن في مادة. نعم. علمية يعني تجريبية، وش تستنى أنت؟ إحنا ماناش نصوص أدبية أو شعرية، أو المادة العلمية مبنية على مفهوم صحيح، مفهوم دقيق صحيح. نعم صحيح. تعريف المفهوم صحيح، لكن إحنا يروحوا إلى تكميم، يعني ظاهرة جذب الأرض للأجسام هو مفهوم، لكن ما هي هذه الجاذبية؟ نروح نعطوا تكميم، نعطوا قوانين، بالتجريب نصل إلى إيجاد علاقة بين المقادير الفيزيائية الموجودة في الطبيعة. تلميذ في السنة الرابعة والمرحلة الثانوية يفهم القوى، يفهم العلاقات بين القوى. نعم. يفهم المتغيرات التي تحيط بالظاهرة العلمية، والمتغيرات هذه كاين علاقة بيناتهم أو لا توجد، نعلمه نغير هذا بهذا ونثبت هذا باش نشوفوا تأثير هذا على هذا، وقولوا هذا يتوافق مع هذا طردا أو عكسا، ويجي من فوق ولا من تحت، في النهاية نخرج بقانون. القانون هذا يضبط لنا الظاهرة الفيزيائية، وعلى ضوءها نبني التكنولوجيا ونبني الظواهر ونضبط الظواهر العلمية. نعم. لهذا التلاميذ لما يكون عنده اختلالات في بعض الكفاءات يصعب لنفسه على استدراك وبناء ما يأتي. أنت العمود هذا إذا كان عندك بناية وطموح تحت 3 عمارات، العمود هذا عنده حساب،
أما إذا كنت راغب في ناطحات سحاب وعندك طموح عالي لابد أن يكون العمود بقوى أخرى غير القوى. دوك تلاميذنا اللي عنده رغبة باش يكون عنده طموح لابد من التمكن في العلوم الدقيقة. العلوم التجريبية راهي علوم أساسية للفرد وللمجتمع. الدول التي تفتقد إلى العلوم التجريبية راهي دول ضعيفة. وما تقدم الشعوب ونظرائنا من الشعوب إلا بالعلوم الدقيقة. نعم. والحمد لله احنا رانا بدينا في ما يسمى بالدراسات الدقيقة في جامعات البحث العلمي، ونرغب أن هذا المستوى ينزل إلى الثانوي. نعم. لابد أن ينزل المستوى هذا ونحضر تلاميذنا إلى المستوى الأعلى. نعم. هذا ما نأمله السيد إبراهيم العوفي. نبقى دائما في الأسئلة النظرية وانطباعات التلميذ. أكيد لكل تمرين تطبيقي لابد من مفاهيم النظرية، وهذا أمر متعارف عليه، لكن لا يجب على التلميذ أن يعتمد فقط على المفاهيم النظرية في مادة تجريبية. جيد، هذه مفروغ منه الأمر. نعم. هذا نعم. النظري كما قال الأستاذ هو تكميلي فقط، تكميل للحساب التجريبي ولا للحساب فقط. أما وأنه مش يعتمد التلميذ على الجانب النظري ما يخدموش، لأنه كاين تمارين لقل ما يكون فيها تعريفات، مثل كنا نروحوا للميكانيك ما يكونش فيه قلما راح يكون فيه، إذا قلما يكون فيه خاصة في السنوات الأخيرة قلما وين يكون أسئلة نظرية، لأنه الميكانيك خاصة إذا رحنا الحركة في جيد الحركة في المستوي ولا السقوط الشاقولي والسقوط الحر ولا القذيفة، هذه مبنية على الحساب، مبنية على أمور حسابية فقط. ممكن تلميذ وين يلقى شوية يخدموا الجانب النظري، يخدموا في النووي، يخدموا شوية قل ما يخدموا في الجانب في النووي، ممكن يخدموا بالنسبة للأقمار الصناعية في قوانين كيبلر ولا قوانين نيوتن، ولا يخدموا في تعريف قانون الجذب العام، ممكن هذوما الأمور. أما وأنه مش يدخل التلميذ يعتمد اعتماد صريح على وكأنها تاريخ وجغرافيا، ولا حتى وأنه تاريخ وجغرافيا وعلوم شريعة لاحظنا السنوات هذه جيد. نعم. سنوات هذه الأخيرة لاحظنا أنه الخروج من نمطية الحفظ والذهاب إلى نمطية التحليل. يعني اليوم الطالب أو التلميذ الجزائري لا يكون حافظ فقط المواد، بل يكون ممعن لهذه المواد ويتمعن عليها ويحلل ويعبر عنها بأسلوبه، ليس بطريقة الحفظ. سيد إبراهيم العوفي، هذه الكفاءات محددة، وهذه الكفاءات تستهدف من عدة مواد: الفيزياء، الرياضيات، الاجتماعية. كاين كفاءات عرضية، يعني اللي تلقاها في الفيزياء ستجدها في الرياضيات، ستجدها في الجغرافيا، هي الرسومات، هي تحليل النتائج، هي الدراسات التجريبية وملء القياسات. هذه كلها كفاءات لابد على التلميذ أن يتمكن منها، لأن العلوم التجريبية ما هي إلا كفاءة لممارسة تجريبية. نعم صحيح. وعلوم الفيزياء لا يمكن أن نبتعد عن النتائج التجريبية. موضوع بكالوريا ليس من المعقول أن نعطي نتائج ولو كيفية، قال نوضع التمرين نعطي قيمة كذا وكذا، لا، حتى النتائج هي نتائج تجريبية حقيقية. والتلاميذ هذه الكفاءات تستهدف من مرحلة الابتدائية، وتستهدف في المتوسط، وتستهدف الثانوي. احنا عندنا دراسات حول الدراسة في المتوسط، السنة الرابعة عندهم كفاءات مهمة يدرسوها حتى في السنة الثانية والثالثة ثانوي. تفاعلات يدرسوهم في السنة الرابعة يلقوهم في السنة الثالثة ثانوي. هذه التراكبية المعرفية وهذه التراكبية الكفاءات العرضية مع بقية المواد تبني لنا شخصية علمية، تبني لنا شخصية نفسية، على أن لابد أن يدرس الظاهرة ويتأنى. التلميذ مش ينظر يلقى سؤال ولا يلقى عبارة لغوية يصطدم. كثير من التلاميذ يقول لك هذا وش فيه التمرين، وش فيها وليدي هذا وش فيه، يقول لك الله ما فهمت بلي هكا، على ما فهمت وليدي، ما فهمت اللغة، لغة بسيطة، عرف. احنا نعطو تعريف، التعريف بسيط، مش شرط تعريف تعطيهوني كانوس، انا قلت لك تعطيني تعريف قريب للمفهوم، في مصطلحات علمية، علامة كاملة، نعطيك علامة كاملة. وكذلك العلاقات اللي هي تضبط المقادير الفيزيائية، هذه التلميذ لازم يدرك إدراك
ضروري كما في الحياة. مستحيل أن الإنسان يعيش في الحياة دون التقيد بقوانين، وهو تجريبي يعرف كذلك. حتى السلوكات علي أخي علي، السلوكات الاجتماعية لازم تضبط بقوانين، الحدود، احترام الغير، حدود نعم عندك حد ينتهي عند الحد، العلاقات كذا. وكذلك في الفيزياء، الفيزياء كاين ظواهر علمية مضبوطة بقوانين. للأسف للأسف القوانين هذه ليست بكثيرة يا أستاذ عليك بتاتا. جيل الوحدة الأولى أكسد إرجاع، اسمها متابعة زمنية أو مراقبة تطور كيمياء. نعم. هذه تعالج ظاهرة اللي هي التعامل بين المواد، واحد يمد واحد يكتسب. عندنا الكفاءات يلقاها في السنة الثانية، هي المؤكسدات الأكسجينية وتطلع معها النهائي. وعندنا قواعد درسها حتى في السنة الرابعة، كي نوضع معدن في محلول حمضي عنده النتائج، المعدن يتشرد ويطلع الغاز من شاردة معلومة في الحمض. إذن هذه الكفاءات البسيطة، يعني نتأسف على أن بعض التلاميذ لا يدركون الواجبات تحم، لأنها هي مفاهيم بسيطة. أجزم أن الفيزياء مش بالنسبة لي، بالنسبة للواقع هي أسهل المواد. نعم، لأنها تجريبية وعندها مدلول عملي. الرياضيات لا، الرياضيات لا، رياضيات لغة صماء تتعامل مع مشتق، كيف تغير المشتق، عليه ينعدم المشتق، تبني على قيم غير مضبوطة، وهكذا. الرياضيات أصعب من الفيزياء. تلميذ يقول له الحمد لله خدمت في العلوم، في الرياضيات، نعم، والفيزياء جدا صعبة. وهذا يعني أنا طيب سأسأله عن سأسأله الآن. تلميذ يقول أنه خدمت في العلوم وفي الرياضيات وما خدمت في الفيزياء. جيد. بالنسبة كما قال الأستاذ، الفيزياء هي قيم مضبوطة. نعم. قيم مضبوطة، وكأنه مثل حتى التلميذ كي يجي يجاوب يعرف روحه إذا بنينا من الرياضيات. الرياضيات قدر التلميذ المتوسط ولا يجاوب، صح ما عبالوش أسكو يخدم في الصحيح ولا في الغلط. أما وأنه الفيزياء تخدم توصل النتيجة تعرف روحك بلي راك صحيح ولا بلي راك غلط. نعطيه مثال، إذا عطاك قالك أحسب كتلة الأرض، توصل تلقى كتلة الأرض 5 كيلو تعرف روحك بلي راك غلط. توصل تلقى كتلة الأرض قنطار تعرف روحك بلي راك غلط. أما وأنه توصل تلقى كتلة الأرض 5.97 × 10^24 تعرف روحك بلي راك صحيح. نعم. مثال، توصل تلقى مثال قمر اصطناعي يبعد ب 30 متر، توصل هنا تلقى روحك بلي نتيجة غلط. ثم بعد التلميذ وش بيه؟ يراجع روحه، يراجع روحه، يعاود يروح يشوف الأخطاء، يروح يشوف يدرس القانون تاعه، يشوف الحسابات، يراجع بآلة الحاسبة، يوصل مثال. القيم النتيجة في الفيزياء تخدم التلميذ. إذا يوصل التلميذ للنتيجة يعرف روحه بلي قاعد يخدم في الحاجة الصحيحة ولو قاعد يخدم في الحاجة الغلطة. نعم. في حال ما وصل التلميذ سيد رائد زيري إلى نتيجة خاطئة لكنه طبق القانون بطريقة صحيحة بطريقة نموذجية، هل تحسب له النقطة سيد رائد زيري؟ ليست النقطة الكاملة لكن هنالك تدرج في النقاط. جيد. إذا كان بالنسبة على القانون يدي العلامة تاعو الكاملة، أما وأن علامة النتيجة تحذف. نعم. أنا بالنسبة للتصحيح علامة النتيجة راح تكون من صالح التلميذ. نعم. مثلا التمرين فيه 4 نقاط، شحال ياخذ لو طبق القانون بصفة صحيحة والنتيجة كانت خاطئة؟ هو بالنسبة للتصحيح كما يعلم الجميع أنه إذا النتيجة نحسب عليها مرة واحدة. نعم. مثال إذا حسبنا وصلنا النتيجة 20، هنا نحسب عليه غلطة. أما وأنه إذا كملتي بالعشرين هذه كنعتبرها لك صحيحة. نعم. نحسب عليها مرة واحدة فقط، أما باقي التمرين نكمل عليها مباشرة صحيحة عادي. نعم. هذا بالنسبة للتصحيح، هو راح يكون ظن خاصة في الإصلاحات الأخيرة هذا راح يكون في صالح التلميذ. راح يكون خاصة في صالح التلميذ، خاصة مع إضافة هذا التصحيح الرابع. نعم. سنأتي إلى التصحيح الرابع سيد رائد زيري. الانطباعات كانت لمترشحين خرجوا باكرا من مراكز إجراء الامتحان، ما زال الوقت الرسمي على ما أظن إلى غاية الساعة الواحدة على ما أظن. نعم. إلى ساعة الواحدة هناك أيضا نعم بالنسبة لتقني رياضي، هناك دائما ربما تلاميذ يشتكون من عدم كفاية الوقت في حل تمارين الفيزياء. هل الوقت في نظرك هما غير كافي لحل موضوع الفيزياء؟ أبدأ معك سيد إبراهيم العوفي. أبدا أبدا، لأن الموضوع الذي يقدم للتلاميذ كما نقولوا احنا سيمر عبر لجنه للتصحيح النموذجي، فننصحه مع وكاننا تلميذ متوسط،
وناخذ ونتأثر ونتأخر وننتقل وكذا. في النهاية الوقت والموضوع، الوقت أكثر من الموضوع. نعم. وشاهدنا كثير من الطلبة أثناء مناقشتنا أثناء خروجهم من مراكز التصحيح، تلميذ قالنا مرتين حليت كل الموضوع في العلوم في الرياضيات، قالنا وصلت للتكامل وجاك سهل. لا، فيه صعوبات، بقى صعوبات. هذا تلميذ عنده صعوبات، وصل إلى حل كل من موضوعي العلوم 4 ساعات والرياضيات 3 ساعات، وزيد لها نصف ساعة. الفيزياء نفس الشيء، الفيزياء نفس الشيء. وإحنا عندنا تجربة، يعني تلاميذ اللي يقدر يجيب علامة كاملة في موضوع بكالوريا مادة الفيزياء، هذا راه أستاذ. كي تروح لي يقول لك أبدا أنا حضرت بشكل جيد فقط. تلاميذ كثر، يعني إحنا تكلمنا من قبل على تحسن نتائج البكالوريا كما ونوعا، يعني نسبة نجاح البكالوريا كبيرة، ومعدل النجاح لبعض العينات كذلك تحسن كثير. احنا نقول باللي الوقت كافي وكافي كفاية، وكل تلميذ متوسط يعمل على حل موضوع البكالوريا سيجد أن الوقت يكفيه كفاية، ويقدر يحل كل الأسئلة إذا كان عنده القدرة على الإجابة. نعم. ويكفيه الوقت. لو في إبراهيم قال سيد زايري على أن الوقت كافي والوقت مدروس وممنهج، هل تؤيد هذا الطرح أم تختلف معه؟ أنا نظن أني نؤيد الأستاذ إبراهيم في كل كلمة قالها فيما يخص الوقت، لأنه كما قال الأستاذ إبراهيم أنه هذا الموضوع مدروس من كل الجوانب. نعم. يعني مدروس من جانب التقني، مدروس من جانب الوقت، مدروس يعطي حتى التلميذ، مدروس بالنسبة كما قال الأستاذ الجانب التلميذة المتوسط. هذا ما هوش مبني للتلميذة الممتاز، مبني على التلميذة المتوسط. متوسط. نعم. يعني أنا نأيد الأستاذ خاصة في ناحية الوقت كافي، كافي وبزيادة نظن. نعم. مش ما نقولوش وبزيادة، أما وأنه كافي على العموم، كافي 4 ساعات ونصف بالنسبة للتقني الرياضي ورياضيات، و3 ساعات ونصف بالنسبة للعلوم التجريبية، وبالنسبة للموضوع راح تكون فيه 3 تمارين، ظن أنها كافية. حتى وإذا نعطيه مثال أكبر عدد، هي من المستحيلات 7 أنه تلميذ يدير فيه 80 ساعة هكذا، أما وأنه إذا قسمنا كل تمرين بساعة يعني نظن أنها كافية، كافية جدا. نعم. نذكر فقط مشاهدينا الأكارم على أن تغطية البكالوريا ل2024 لا تزال متواصلة، في انتظار أن يصلنا بعض من مباشرات الزملاء من مراكز إجراء الامتحان، أين بدأوا يخرجون من مراكز إجراء الامتحان في مادة الفيزياء. إذن استمعنا منذ قليل إلى طبيعة مواضيع الفيزياء سيد العوفي إبراهيم. اليوم التلميذ المتوسط كقراءة أولية شحال يقدر يجيب في امتحان الفيزياء؟ نحن بما أنه طاحت الأسطرة وطاحت الكهرباء، احنا عندنا مقولة أثناء بشكل عام، المربون أثناء التصحيح ونتائج البكالوريا لفترات زمنية كانت عندنا ما يسمى بالمواد المرسبة الثلاث، الفاءات الثلاث، فيزياء، فلسفة، فرنسية. الحمد لله صار تصحيحات وصار تحسينات لمواضيع الاختبار، أصبحنا اليوم نشاهد باللي الفيزياء من المواد مش المرسبة، العكس، المواد المشجعة على الانتقال. أنا السنة الماضية كان عندنا تلميذ متوسط، متوسط جداً، أصابه إرهاق شديد لأن الفيزياء هي آخر يوم، وإحنا نطالبه من هذا المنبر باش يكون إصلاحات في جانب الاختبار الرسمي. نعم. يعني امتحان صباح مساء، العلوم يختم 4 ساعات ونصف ويزيد بعدها وهكذا دوالك. إحنا نطالبه بتحسين طبيعة الامتحان. صار له إرهاق شديد، ولا ما يقدرش حتى باش يواصل القراءة والكتابة. لكن الفيزياء قال لي صعيبة، ومن بعدها بعد ساعة وساعتين قال لي هو مع نفسه، قال لي شاهد لي الموضوع بسيط، كرياح ودخل في الموضوع، جاب 12.5 فرحان بها. نعم. فرحان. وقال لي وكنت بالقدرات بتاعي النفسية والجسدية قال لي نجيب 16 دون منازع، وهو تلميذ متوسط. يعني ما على التلاميذ إلا التركيز، والتركيز لا يأتي أنني يوم الاختبار أكون مركز،
لا، التركيز يأتي بإسقاط ما لديك من معلومات وبنايات مفاهيمية خاصة في الشعب الأدبية ولا الشعب العلمية، وتمكنك من بعض العلاقات. هنا تركز كيف تسقط المفهوم على المطلوب، وليس التركيز أنك تريح. لا، تأخذ كامل وقتك، وقت كافي، عندك نصف ساعة الاختيار، تقرأ الموضوع. احنا دائما نقول لهم خيروا الموضوع الأسهل. نعم، صحيح. ادخل في الموضوع بالموضوع الأسهل، وما من موضوع يدخل فيه إلا ويلقى السؤال الأسهل. ونحن نرفض موضوع لا يبنى بناء علمي. احنا الموضوع كيجي عندنا احنا يا بناء المواضيع، الموضوع باش يقبل علميا لابد كذا كذا كذا. نقاط أولى هي الوضوح، اللغة الواضحة، الشكل الواضح، الجذاب، المفاهيم واللغة البسيطة. نعم. التدرج، التكامل، هذه كلها مطلوبة في الموضوع. إذا احنا هي النفسية تاع التلميذ واللغة كله في صالح التلميذ. نعم، الوضوح لفت انتباهي بكلمة الوضوح. أحيانا ما يكون العدو الأول للتلميذ في ورقة الإجابة هو الخط. أنتم تعانون من مشكلة الخط الرديء في تصحيح سيد لعوف إبراهيم وسيد زاهر. جيد. بالنسبة للخط لا يخدم التلميذ ولا يخدم الأستاذ. نعم. بالنسبة للأستاذ احنا مش الأستاذ راح يلقى صعوبة كبيرة 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 في تصحيح الورقة. أنا من منبر هذا أنا متأكد بنزاهة الأساتذة تاعنا، ومرهمش راح يبخلوا مع التلميذ بأي معلومة تاعه صحيحة، أما وأنه ما يخدمش الأستاذ وما يخدمش التلميذ، لأنه الأستاذ يبذل معاك في الورقة مجهود، أما يوصل نقطة ما يقدرش يمدلك عليها ولا ما يقدرش يجاوبك عليها. من منبر هذا نقول للتلاميذ أنهم يحاولوا من تحسين الخط، يحاولوا من تحسين الخط بالنسبة ليهم، بالنسبة للعلامة تحهم. نعم. لأنه خاصة بالنسبة للعلامات نقوله أنه التلميذ يضيع نقاط كثيرة فيما يخص الخط. نعم، حتى وإن كان خط التلميذ رديء السيد إبراهيم العوفي، لكن هنالك التصحيح رابع، حتى الأستاذ لابد عليها نوعا ما أن يراعي ظروف التلميذ ويراعي أيضا خط التلميذ السيد إبراهيم. أكيد أستاذ علي، هي كفاءة، هذه كفاءة الخط، هي حتى نخرج شوية على الجانب هذا، هي حالة نفسية. والتلميذ لما يخط بيده مخطوط هذا يعبر عن الحالة النفسية، الحالة العلمية، الحالة كذا. أنا نشفى قديما الخط في المدرسة الابتدائية كنا نخضع عليه الحصى. نعم. إيه، بالحبر والقصب هذاك والدقاق، وكيف يكون الخط والراء والقاف والهمزة. نعم. لكن احنا في الحقيقة في المادة العلمية ما عندنا صعوبات كثيرة، لأن نعم. الرموز احنا نتعامل كثيرا بعلاقات والرموز والحساب وغير ذلك. لكن كاين بعض المواد للأسف كمواد اللغات والاجتماعيات والفلسفة. نعم. إذا كانت العبارات غير مقروءة فالأستاذ يقول لي يقرأ ما ورأي في الجنب. نعم، سيجد صعوبة. سيد إبراهيم العوفي، مربوطون بالوقت في عجلة فقط. اليوم بعد البكالوريا التلميذ مطالب باختيار مستقبله عن طريق توجيه أو اختيار شعبة جيدا، يعني لابد من اختيار جيد للشعبة في الجامعة في عجلة فقط. جيد. بالنسبة لاختيار الشعبة هو مستقبل التلميذ. نعم. نقولها مباشرة، سوء اختيار الشعبة دمر كثير من التلاميذ، وكأنه تلاميذ يتخلوا على صفوف الدراسة بالنسبة لسنة أولى جامعي. نعم. كان يتخلوا من الدراسة السنة الثانية، ولاحظوا أن هذه كما نقولها بالفرنسية لا فاس ترانزيتوار، هذه ولا لا ترانزيسيون، هي أصعب فترة. نعم. للتلميذ مرحلة انتقالية. سنة أولى كنا نروح نشوفوا سنة أولى جامعي كان يتخلوا على مقاعد الدراسة في سنة أولى جامعي. نعم. أكبر عدد من التلاميذ يتخلى في السنة الأولى الجامعي. نعم. نقول للتلاميذ يحسنوا التوجيه، يحسنوا. نعم. اختياره، توجيه بما يرضي ميوله تلميذ. نعم. دومين اللي يعجبك هذاك هو اللي تروح فيه. جميل. سيد إبراهيم العوفي، في نفس النقطة، اختيار لابد من يحسن الاختيار. كيف يحسن الاختيار؟ هذا هو السؤال. عن طريق العلامات الاستفهام. أكيد. الاختيار يكون حسب قدرات الشخص وميولاته، هو يقدر نفسه. أنا كانت عندي اختيارات. جلست مرة مرتين، أنا نصلح نكون أستاذ. خيرت أستاذ. نعم. الحمد لله. زميلي يصلح أن يكون كذا، ما لازمش نكون كنا أطباء وكنا مهندسين. نعم. في الإعلام الآلي الآباء الأولياء يريحوا مع أبنائهم جلسات، ماشي جلسة واحدة، ويحب هذا لو أن يشاركوا ناس مختصين. نعم. أساتذة جامعيين، طلبة ناجحون،
وهكذا جميل. حتى نصل جميل. سيد نعم جميل سيد ابراهيم العوفي استاذ ماده الفيزياء، شكرا لك لحضورك هنا معنا. سيد رائد زايري ايضا استاذ ماده الفيزياء، شكرا لك لحضورك هنا معنا. اذا